FM. الكلمة ليك توما. كيف ما قلت حتى كالوقت اللي خرج الجمهوري من الاتحاد من أجل تونس اليوم فما المبادرة اليوم داخلة. لا وقت اللي خرج الجمهوري تأسفنا على خروج الجمهوري من الاتحاد من أجل تونس وتأسفنا زاد على خروج الجمهوري من جبهة الإنقاذ وتأسفنا على خروج الجمهوري من الحوار الوطني أيضا وتأسفنا أكثر وقت اللي الحزب الجمهوري واللي يتكي فينا على خاطر عنده معناها يمكن توجهات أخرى. شنو توجهات أخرى عند الحزب الجمهوري؟ معناها ربما فما محاولة ربما للتحالف مع حركة النهضة كما شفناه سي نجيب الشابي كل مرة وقت اللي يتكلم مازال ما أعلنش هو الترشح نتاعه ويستنى في النهضة شنو اللي باش تقرر الساعة قبل والنهضة بيدها ما خلاته يظن كونه ماهوش من باب المستحيل أنه يكون هو من المرشحين نتاعها. يعني حسب رأيك نجيب الشابي اليوم في مساومات مع النهضة سيأتي؟ فما تو هذه الكلها وقت اللي نبداو بالرئاسية قبل كما قلت لك هي حول أشخاص مش حول برامج ومش حول مشروع. مش ممكن باش تعاود تشكل الخارطة السياسية أو المشهد السياسي في البلاد حول أشخاص. ما ينجم يعاود يتشكل المشهد السياسي إلا حول برامج وفي إطار هذا المجلس نواب الشعب. هذاك اللي باش يعطيك الخارطه السياسيه الجديده ماهوش حول اشخاص شكون صوت لشكون. وفما اذا كان باش نكثروا من المرشحين للرئاسيه باجي قايد السبسي باش يتقدم وحده سي حمر همامي باش يتقدم من غادي احنا نوليو وقتها اذا كان ما فماش الاتحاد نجد تونس وجبهه الانقاذ باش نوليو عندنا المرشح نتاعنا زاد باش تعمل دي بريمير ولا باش تعينوا معناها لا باش ما عادش فما بريمير وقتها لا كل واحد ماشي منكم فيكم يعني لا احنا ما فماش مشكله احنا ما عندناش راهو الزعامتية المرض ذي المعضلة نتاع الزعامتية راهي تنحات. كاب اف ام الكلمة ليك.